استعاد البريطانيون الاثنين بعضا من حريتهم بالتوجه إلى الحانات وصالونات تصفيف الشعر والتسوق مع رفع الكثير من قيود احتواء وباء كوفيد-19 الذي يسجل تراجعا في البلاد بسبب حملات التلقيح الكثيفة وآثار الإغلاق. Hopefully things will go well. Hopefully it won't go too crazy. Hopefully we won't get a third spike or a fourth lockdown. Fantastic. It feels like a bit of normality. And also it feels like a treat. منذ الإغلاق الثالث الذي تقرر في مطلع كانون الثاني يناير وحتى كانون الأول ديسمبر لبعض المناطق مثل لندن، تراجع عدد الإصابات وعدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات والوفيات بشكل كبير. إلى جانب الحانات والمتاجر، سيكون بإمكان البريطانيين العودة أيضاً إلى قاعة الرياضة والمنتجعات والمكتبات وأحواض السباحة، ويمكنهم الذهاب أيضاً في إجازة في البلاد.